أعوان الحماية المدنية أو كما يسميهم البعض ملائكة الأرض، في مواجهة دائمة ومستمرة مع الموت من أجل إنقاذ أرواح الضحايا، يركبون المخاطر ليلا ونهارا من أجل الحفاظ على حياة الآخرين، دون أن ننسى أولئك الذين وقعوا شهداء أداء واجبهم المهني. الهدف تاعنا من المناورات الميدانية اللي أنا نعيشها عبر الولايات الداخلية، الغرض منها تحسيس المواطن الكريم لخطورة السباحة في السدود، أيضا في الأودية، في البرك، نظرا لما أصبحنا نخلفه أو الإحصائيات العدد المرتفع التي أصبحنا نخلفه. هذا هو الغرض، أننا ننبه العائلات، ننبه المجتمع الجزائري أن السباحة في السدود أو السباحة في البرك أو السباحة في الأودية خطيرة جدا. السدود والأودية بالمدية تحولت إلى محطات للاستجمام والترفيه لدى شباب المنطقة بما فيهم أطفالها، أماكن يلجؤون إليها هروبا من لفحات الشمس الحارقة والحرارة القاتلة التي ألهبت أجسادهم نظرا لغياب مراكز للترفيه. ما عندناش من نوم ولا هنا، ما مش خدمين لابيسين، ما مديرين حتى حاجة، تسمى لازم نجول لهم البرج هذا. ما عندناش وين نروح، والله غالب سخانة بزيه، ما عندناش مسبح، ما عندنا والو هنا. آخر تقرير للمديرية العامة للحماية المدنية أن 80% من حالات الغرق سجلت في أماكن غير مسموحة للسباحة. السدود وحدها ابتلعت أزيد من 20 شخصا، وبين الأودية والبرك فتجاوزت 200 حالة، مما استدعى حالة استنفار قصوى لأعوان الحماية المدنية والقيام بعدة مناورات تدريبية للبقاء دائما على أهبة الاستعداد. كل صيف يحدث وفاة غرق، هذا لهذا الغرض ارتأت المديرية العامة للسد برفقة الوكالة الوطنية للسدود ورفقة مديرية السدود بفتح أبواب مفتوحة قصد تحسيس هذا المواطنين، وضع خطة أمنية عاجلة لوضع حد لهذه الآفة. هذه السنة سجلنا 14 حالة إلى غاية اليوم، تم انتشال 11 جثة من بينهم 7 أطفال، إضافة إلى إنقاذ 3 أشخاص. يبقى أعوان الحماية المدنية قائمين بدورهم للحد من خطر الموت، ولكن يبقى الدور الأول للآباء والأمهات لتوعية أطفالهم بمخاطر السباحة في الأماكن الغير مسموحة.